ترمي أهداف التنمية المستدامة إلى تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع. يرمي الهدف 5 إلى تعزيز المساواة بين الجنسين كحق أساسي من حقوق الإنسان وأساس ضروري لتحقيق الاستدامة والسلام والازدهار في العالم. يرمي الهدف 4 إلى توفير تعليم شامل ومنصف وفرص للتعليم مدى الحياة من أجل تغيير حياة الأفراد. يسعى الهدف 11 إلى خلق مدن تتحقق فيها صفة الاستدامة. التعليم هو مفتاح تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحتل المدن الصدارة في هذا الصدد لكون أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية. ولكن المساواة بين الجنسين في التعليم والتعلم لا تزال تشكل تحدياً في العديد من المدن حول العالم، فكثيراً ما تقف الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية وقلة فهم القضايا الجنسانية حائلاً أمام إحراز تقدم في هذا الصدد. إن تقليص الفجوة بين الجنسين في مجال التعليم ومن خلاله يساعد المجتمعات على تعزيز الإنتاجية والمرونة والديمقراطية والسلمية والإبداع. يمكن لمدينة تعلم ناجحة أن تدعم وتعزز المساواة بين الجنسين وتحقق أهدافها للتنمية المستدامة من خلال اتباع سياسات وخطط وأنشطة تعليمية يراعى من خلالها المنظور الجنساني. ومن أجل أن يتسنى لك تعزيز المساواة بين الجنسين في التعلم والتعليم، تحتاج للاطلاع على آخر المستجدات والتعرف على التحديات والتأكد من أن مدينتك لديها إلمام جيد بمفاهيم الجنسانية. بمجرد فهمك لهذه القضايا، ستشعر بحاجة لوضع خطة عمل واضحة قائمة على جدول زمني ومسؤوليات مشتركة من أجل تنمية مدينتك، لتصبح مدينة تعلم يراعى فيها المنظور الجنساني. وتعهد بالالتزام بالمضي قدماً في تعزيز المساواة بين الجنسين في فرص التعلم مدى الحياة من خلال تخصيص ميزانية لهذا الغرض واتخاذ القرارات السياساتية السليمة. ولكن ماذا تحتاج ليتسنى لك فهم وصياغة وتطبيق المنظور الجنساني كجزء لا يتجزأ من خطة العمل القائمة في مدينتك، مدينة التعلم؟ قمنا بتقسيم هذه المتطلبات إلى 7 بنود رئيسية. 1. طور مفهوماً مشتركاً للمساواة بين الجنسين في التعليم والتعلم. 2. حدد التحديات. 3. أشرك الجهات المعنية ذات الصلة. 4. قم ببناء القدرات وتشجيع البرمجة الشاملة. 5. قم بتعزيز سياسات التعليم والتعلم. 6. قم بإجراء أبحاث بانتظام. 7. ارفع مستوى الوعي. والآن دعنا نتطرق لكل بند على حدة. طور مفهوماً مشتركاً للمساواة بين الجنسين في التعليم والتعلم. حتى يتسنى لك تكوين مفهوم أفضل عن المساواة بين الجنسين، تحتاج إلى معرفة المزيد عن المفاهيم الجنسانية والاتفاق مع الجهات المعنية ذات الصلة حول كيفية انطباقها على مدينة التعلم الخاصة بك. حدد التحديات. تحتاج إلى فهم المشكلات ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين التي تواجهها مدينتك في إطار ومن خلال التعلم مدى الحياة، حتى يتسنى لك مساعدة مدينتك على فهم المقصود بالمساواة بين الجنسين وتحديد التحديات التي تعيق المساواة بين الجنسين في فرص التعلم مدى الحياة. منها على سبيل المثال الأعراف الاجتماعية، القولبة النمطية ضمن المواد التعليمية وطرق التدريس وداخل الأسر، عدم توافر ميزانية للمساواة بين الجنسين في التعليم، عدم وجود رؤية أو تدابير ذات صلة بالمساواة بين الجنسين في التعليم، قلة وعي المجتمع والجهات المعنية بالتعليم بالمساواة بين الجنسين. أشرك الجهات المعنية ذات الصلة. حتى يتسنى لك مساعدة مدينتك على إشراك الجهات المعنية ذات الصلة، عليك بالآتي: تأكد من تمثيل الجنسين على نحو متوازن، تعاون مع الجهات المعنية على تحليل الوضع الراهن فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في التعليم والتعلم، وأشرك الجهات المعنية في عملية التخطيط والتنفيذ والتقييم بالكامل. قم ببناء القدرات وتشجيع البرامج الشاملة. حتى يتسنى لك بناء القدرات وتشجيع البرامج الشاملة
وبالتالي إقرار احتياجات كافة الجهات المعنية، عليك بالآتي: تأكد من أن المعلمين والعاملين في مجال التعليم ومقدمي الخدمات التعليمية في مدينتك مدربين على النحو الوافي لتطبيق مناهج ومحتويات وطرق تدريس غير تمييزية ومراعية للمنظور الجنساني. قم ببناء وتحديث المرافق التعليمية التي تراعي المنظور الجنساني والتي توفر للجميع بيئات تعلم آمنة وخالية من العنف وشاملة وفعالة. قم بتوفير سبل للتعليم الاستدراكي أو تعليم الفرصة الثانية كما يطلق عليه، أو غيره من برامج التعليم المعتمدة في مجالات تعليم القراءة والكتابة مثلاً، أو تعليم الحساب أو التدريب التقني والمهني، وذلك لكل من لم يكمل تعليمه أو يحقق نتائج دراسية جيدة. وكذلك استثمر في البرامج التي تسعى على نحو فعال إلى تمكين وتشجيع النساء وتمويل برامج تنمية المهارات وريادة الأعمال الموجهة إليهن. قم بتعزيز سياسات التعليم والتعلم حتى يتسنى لك تعزيز السياسات الموجهة نحو المساواة بين الجنسين في التعليم والتعلم. عليك بالآتي: تأكد من أن سياساتك واستراتيجياتك وأهدافك الحالية تعطي الأولوية للمساواة بين الجنسين. قم بتشكيل لجنة بلدية لتعزيز المساواة بين الجنسين في جميع مجالات التعلم مدى الحياة، وتأكد من وجود ميزانية كافية مخصصة لتعزيز الخطط والبرامج التي تراعي المنظور الجنساني. قم بإجراء أبحاث بانتظام. عند إجراء أبحاث عن المساواة بين الجنسين في التعليم والتعلم، عليك بالآتي: قم بتحديد احتياجات التعلم لدى الجميع بغض النظر عن نوع الجنس، واستند لهذا التحليل في تطوير سياسات وبرامج التعليم بمدينتك. قم بتطوير مؤشرات مصنفة حسب نوع الجنس حول المشاركة والتعلم والتحصيل وفقاً للمستويات التعليمية، ثم قم بمراقبة هذه المؤشرات بانتظام وتحليل البيانات حسب نوع الجنس ليتسنى لك التخطيط وتنفيذ أنشطة التعلم بقدر أكبر من المساواة وبمزيد من الفعالية. ارفع مستوى الوعي. حتى يتسنى لك رفع مستوى الوعي بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم، عليك بالآتي: قم بتعزيز أهمية التعليم للجميع بغض النظر عن النوع الاجتماعي. استثمر في الحملات الموجهة نحو تحدي الصور النمطية وتمكين جميع الدارسين من اختيار مسارهم. سلط الضوء على الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للمساواة بين الجنسين في التعليم مدى الحياة. قم بتشجيع كافة المواطنين والعاملين في مجال التعليم وأسرهم ليكونوا دعاة للمساواة بين الجنسين في التعلم وفي البيوت، واستفد من الفرص والشراكات مع المؤسسات الإعلامية وفي المناسبات الحاسمة كمهرجانات مدن التعلم، يوم المرأة العالمي، من أجل تعزيز الجهود والاحتفال بالنجاح. لا زال علينا القيام بالكثير، ولكن الاستثمار في المساواة بين الجنسين عبر كافة مناحي مسارات التعليم والتعلم هو التزام سيعود بالنفع علينا جميعاً، بدءاً من أسرنا ومجتمعاتنا ووصولاً إلى مدننا وبلداننا في كافة أنحاء العالم. ابدأ من اليوم.